ما هو الامور على السكه متهمين انت وانت انت وانت باش تجيبوا تلوموا تقولوا وين المشروع ليش عملته هكا وليش عملته هكا. هو ما يتحكمش في السياق كامل، هو يتحكم في اجزاء من السياق. هو ولا هو ولا اي واحد من شكون اللي يتحكم في الكبير؟ شكون الكبير؟ الكبير في اللعبه هذه الكبيره هي الدول الكبرى. واضح. السيناريو اللي تم على تونس ماهوش كله من تخطيط ايادي التوانسه، وهم جو ضمن سياق خرجوا ضمن سياق اللي، وثانيا اتبعوا او تطبعوا بالاستعجال وبالارتجال. انا من الاول كنت نقول راهو ما كانوش يحكم، راهو ما عندوش الحكم، راهو وهم، الحكم في يد ناس اخرين. شكون كان يحكم؟ الحكم في تونس كان في وزاره الداخليه. اسمعني الحكم كان في وزاره الداخليه ولا زال الحكم اليوم في تونس وامبارح وقبل عام وعامين هو في وزارة الداخلية. وزارة الداخلية تحررت من الجيش واستعادت الأمور، وهي التي تحكم وهي التي تخطط وهي التي تقوم بكل شيء الآن عبر أجهزة. عندها 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 حلفائها في الخارج، عندها رؤيتها للأمن في البلاد، عندها رجالها. استلم مش مدح، استعادت وزارة الداخلية، استعادت السلطة القديمة. تونس دولة، إذا نكونوا نتكلموا على الدولة العميقة، هي وزارة الداخلية. وزارة الداخلية لكي تتحرر تونس وتمشي في مشروع ثوري، ويكون هؤلاء عندهم طاقة ثورية ويكون عندهم كذا، يجب كان أول قرار وزارة الداخلية يقسموها ثلاثة وزارات، ما قاموش بهذا الشيء. جاء رشيد عمار احتلها ستة اشهر، بعدين خرجوا رشيد عمار وباعوه وخرجوه وقالوا كل شيء عليه وكل شيء، وظهرت انه العمليه انه الثوره قامت في 17 ديسمبر وتمت في 14 جانفي. 14 جانفي هو الانقلاب على الثوره. هذولا جو ضمن سياق تسويه دوليه، لانه كانوا يتفاوضوا مع الامريكان ومع الانظمه من قبل. هذوما شكون تقصد؟ هذولا التيارات الاسلاميه او ما يسمى. ثانيا اليسار كان معاهم. تو انت تيجي تقول لي شو البرنامج الثوري اللي عندهم؟ هم ولا غيرهم ولا اللي في مصر ولا اللي في سوريا ولا في اي مكان، شو البرنامج الثوري اللي عندهم؟ شو البرنامج الثوري اللي عندهم؟ ما هو سياق عولمي. شكون اللي ينادي بالاشتراكيه؟ لحظه شوي، شكون اللي ينادي بالاشتراكيه؟ شكون اللي ينادي بالعداله الاجتماعيه؟ انت حتى التأميم المسروقات على 60 عام سموها مصادره. شو يعني مصادره؟ تعرف شو معناتها مصادره؟ احتيال على الشعب. مصادره تاخذها الدوله، لا لازم يسموها تأميم. هل أمموا ثروات تونس؟ هل عنده مشروع لتأميم محروقات تونسية؟ اكتشفنا أن تونس الدولة الوحيدة لغير طاقاتها غير مؤممة، ليست تحت السلطة والسيادة التونسية، بمعنى أنه ما عندناش احنا 51% في المحروقات نتاعنا، وهذاك علاش احنا ننجو 90,000 برميل في اليوم ولكن نستورد 90,000 برميل. قادرة أنا نقول لك، هاو يسمعوا فيها وزراء الاقتصاد، 90,000 برميل يوميا تدخل 4 مليار دولار لتونس. تدخلنا، تعرف قديش تدخلنا؟ يدخلونا 600 مليون. علاه 600 مليون؟ لأنه ناخذوا في 10% من النفط. خلينا في القناة لو تسمع الكلام، هذه هي الثورة. أنت كان حبوا يعملوا، كان حبوا يعملوا ثورة، ما هم حبوا حزب الدستور. هو حزب الدستور ورقة، هو حزب الدستور ورقة، حزب الدستور ما هو أنت حليته. لو كان في رؤية حل والحقوا بقرارات اخرى يمنع على مسؤوليه وعلى من تولى القياده. هذا هو اللي هو ما عملوش في الابدان. سيروا سنوات اصبح من الصعب ان يعملوه. اليوم علي من يعود الى التسويات. سيروا في سماعه ما عندهم الا التسويات. تفضل سيروا. يعني هذه هو قدم